بسم الله. أختي الفاضلة بنت العزيزة، كل عام وأنتم جميعا بخير وصحة وسلامة. طبعا ده تاخد سؤال كل سنة، عايزين نصوم يوم عرفة إن شاء الله ونقضي العيد الكبير على خير من غير دورة شهرية، إيه الحل؟ شوف يا ست الكل، دلوقتي حضرتك لو ماشي على أقراص منع حمل اللي فيها 21 قرص، يعني زي الجنيرة، مارفلون، ياسمين وهكذا، من فضلك ما توقفهاش. خلصت معاك العلبة النهاردة أوتوماتيك كده، جيبي علبة تانية وكملي. تمام؟ لا والله مش ماشي على حاجة خالص، أو مثلا بتاخدي اللي هي الحقنة بتاعت كل 3 شهور، أو مركبة لولب، أو بتاخدي أقراص اللي فيها 28 قرص زي السيرازيت، أو اللي فيها 35 قرص زي المايكرولوت. تمام كده؟ إيه الحل ساعتها؟ من فضلك هنا ممكن تاخدي بقى أقراص بريمولوت أو سيدولوت أو استيرونات، دي كلهم واحد حباية كده كل 8 ساعات 3 مرات في اليوم، أو حبتين مع بعض كل 12 ساعة. تمام؟ بمجرد ان شاء الله ما توقفيها 3 4 ايام 5 ايام اسبوع بالكثير، وان شاء الله بتجيلك الدوره تاني. تمام كده؟ كل عام وحضراتكم جميعا بخير وصحه وسلامه، ومعاكم ان شاء الله في التعليقات لو في اي حاجه تحت امر حضراتكم. بامر الله لا تنسوا اللايك والشير، نتقابل بامر الله في الفيديو القادم على خير. شكرا والسلام عليكم.